محروز. عمرك يا ريس. حراسة حوالين القصر تمام؟ تمام يا ريس. اسمع، النهارده يوم صعب، مش عايز مخلوق يخش القصر في ايده سلاح ايا كان مين. يا حازم. زكريا. مش لسه بدري عليك؟ بدري. يلا خش. يلا خش جوه. استنضف يا اخي. زي ما كلكم عارفين، احنا بنتجمع الجمعة الأولى من كل شهر عشان نتغدى مع بعض هنا في البيت، بس الجمعة دي غير اللي فات. احنا النهاردة مجتمعين عشان نبارك لشريف، لأن هو اللي هيقعد مكاني هنا. كل مال العطارين هيبقى في إيد شريف، وكل اللي ليكم في رقبتي هيتنقل لرقبة شريف، وهو اللي هيبقى مسؤول عننا كلنا. عايزين نقرا الفاتحة على كده. مش نستنى في الأول لما سليم ومراد بيجوا الأول يا زين؟ هما موافقين، ما تقلقش يا صبري. على بركة الله، ربنا يوفقه ويسدد أخطاه. بسم الله. مبروك يا عمي. الله يبارك فيك يا حبيبي. قدها وقلول. طول ما انت في ظهري. انا طول عمري في ظهري. تعال معايا يا شريف. بقول لك ايه؟ مش غريبة؟ عمي أول مرة يدخل حد الأوضة دي. هو عم شريف بقى اي حد يعني؟ مبروك يا زكريا، عمك بيجي مكان ابوك. الله يبارك فيك وربنا يخلينا ابويا يا عبد الله. جرايه يا عبد الله، ما تحترم الرجال الموجوده. وانا قلت حاجه، انا ببارك لواد عمي. بكفاياك يا عبد الله. معلش يا عم صبري، ما انت عارف ابنك طول عمره بيحبني من واحنا صغيرين. ما بلاقي حكايه من واحنا صغيرين دي. السنين لما بتكتر عليك وانت بتشقى بتزهق من عدها، لكن عشان تبني عيلة زي دي يا شريف محتاج عمرين على عمرك. ربنا يديك الصحة وطول العمر يا زين. اللي فاضل في العمر مهما طال هيبقى قصير. المهم انت يا شريف تكون عارف ايه اللي مستنيك. انت خلاص بقيت الكبير، والكبير كبير بناسه وبالخير اللي بيطلع من ايديه. مش بس كده، في القانون بتاع العيلة. القانون هو الأهم. القانون يمشي على الكبير زي الصغير، مفيش تهاون. القانون بيحمي الكل واولهم الكبير. انت طول عمرك ابويا يا زين، كلنا عايشين في ظلك. من النهارده انت بقيت ظلنا كلنا، ولازم ظلك يبقى ممدود. انت مسؤول عن حاجات كتير، عن الشركات، عن كفر العطارين، عن دار الايتام اللي في النوبه. انت عارف طبعا ان محدش كان بيدخل الاوضه دي غيري انا وجيهان. من النهارده محدش هيدخلها الا انت. انت بقيت الحارس على العيله يا شريف. خبريه يا جماعه، امال فارس فين؟ فارس بيجيب عمي سليم من المطار وجاي على طول. وعمك سليم مبسوط من اللي بيحصل ده؟ جرى يا عبد الله. عم سليم عمره ما فكر يبقى مكان زين العطار، طول عمره جنبه او في ظهره. وبعد عمر طويل ان شاء الله هنشوف مين اللي هيجي مكان عم سليم. وانا قلت حاجه، انا بفهم بس. اللي اقول هو صالح مش هيجي؟ هو من امتى بيجي يا شيخ عبد القادر؟ ما انت عارف مشاكله مع عمي. صالح جاي يا عم عبد القادر.
يلا قوموا اطلعوا بره كلكم عشان ناكل. اياد استنى عاوزك. حلاوتك يا رايق وانت رايق. الرايق طول عمره رايق يا ناديه، بس انت اللي ما بتاخديش بالك. يا ريت بس روقان ما ياخدكش وينسيك. ها؟ ينسيني ايه؟ اخر صبر ابوك. او انت نسيت اهو؟ عايز اتجوز سلمى بنت زين. جواز ايه يا سمير يا ابني؟ ما انا سبق وقلت لك طول ما انت ماشي بدماغك ومش مراعي الايقاع اللي انا ماشي عليه عمرك ما هتنول. وبعدين عايزنا نروح للحاج زين العطار اقول له تعال جوز بنتك لابني اللي ناوي يبقى مطرب شعبي. ماله المطرب الشعبي؟ انت متجوز مراتك وهي دكتوره عظام. هيشك بشك الدنيا. يالا يالا رؤى غنت عليا عشان انا عبيط وصاحب مزاج، انما الحاج زين العطار محدش يقدر يغني عليه. اللي يغني عليه تقطع له لسانه وما يطلعلوش صوت تاني ابدا. ما خلاص الكلام ده مش وقته، احنا قدام الناس. او النبي مش عايزين فضايح. والله بكره ابقى مطرب شعبي واطلع اقول ما اعرفكوش. اسمع يا اياد يا ابني، انت هتتجوز بنتي يعني هتبقى واحد مننا. تعرف طبعا ان انا بثق فيك وفي اخلاقك وفي تربيتك، واعرف المرحوم والدك، فانا ليه عندك طلبات؟ انا تحت امر حضرتك. انا عاوزك تصفي شغلك اللي بره كله وتيجي تشتغل معانا، وتعمل حسابك انك هتعيش انت وياسمين معانا هنا في البيت. خليه يدخل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أنا جاي أسلم يا باشا وأخذ البركة. أهلا وسهلا يا حاج مهدي. طيب أستأذن أنا بقى. خليك قاعد. اتفضل يا باشا. النبي قبل الهدية. إيش إيش سبحة ذهب. عيار 21 سعادتك. مش مهم العيار يا مهدي، المهم انها ذهب. ودي شاريها ولا موصي عليها؟ صراحة يا باشا يعني هي معمولة مخصوص وصايا يعني، بس أنا ما اشتريتش حاجة. ما هديني هدية جاية لك يعني. معاذ الله يا باشا، معاذ الله. الحكاية وما فيها إن الراجل اللي عملها لي لما عرف إن أنا ههديها لسعادتك حلف ما هياخد مني لا أبيض ولا أسود. وبعدين يعني الراجل مش غريب يا باشا. سيد حماد جوز أختك. هو بعينه يا باشا. بصراحة يا باشا هو مورود ورطة كبيرة قوي، لا كانت على البال ولا على الخاطر. موضوع بتاع الشيخ العطيفي. قسما بالله العظيم اللي حصل غير اللي سمعته يا باشا. أنا ما بسمعش يا مهدي. أنت عارف كده كويس. عارف. عارف يا باشا. سيد حماد لعب من ورا ظهر الشيخ العطيفي. بصراحة يا باشا هي جت فيه، بس والله العظيم والله العظيم ثلاثة ما هو اللي لعب ده. الواد سهر ابنه هو اللي ورطه، جاب شوية استيكرات من بتوع العطيفي وخلطهم على الشغل بتاع ابوه ونزلهم في السوق على أساس إن هم بتوع العطيفي. وأبوه كان فين من كل ده؟ أبوه ما كانش مخونه يا باشا، برضه يعني الواد ما كانش فاتحها على البحر. ده هم يعني كم حته كده كان ممكن يعدوا لولا الزبون اللي قفشهم وكبرت في دماغه وعمل فضيحه. هو كان لازم يعمل فضيحه يا مهدي عشان ده مش زبون. ها؟ قصدك ايه يا باشا؟ الشيخ العطيفي مش راجل صغير عشان يسيب حد يلعب باسمه. تمام يا باشا، ما قلناش اي حاجه، بس ده قاطع المايه والنور عن جوز اختي بقاله ازيد من شهر بحاله، ما قعدوا في البيت. كل غلطة وليها تمن. ماشي يا باشا، نتمن الغلطة وندفع التمن. خلاص، من النهاردة ابن أختك ملوش في التجارة بتاعة أبوه. يعني مش فاهم يعني إيه؟ يعني الواد لا هيشوف الذهب ولا هيلمسه بإيديه. ماشي يا سعادتك. والشغل اللي اتخلط بشغل العطيفي هتتحسب نسبته قد ايه وهيتخصم على سيد جوز اختك لمده سنه. سنه يا باشا؟
بس ده كتير يعني، الضربة جامدة عليه يا باشا. الضربة دي مش هتصلب حيله ولا بعد 3 سنين. يتصلب حيله بعدين أحسن ما يتهدد دلوقتي. ماشي يا باشا، اللي تشوفه سعادتك. السلام عليكم. مهدي. أيوة يا باشا. السبحة بتاعتك يا باشا دي. ماشي يا باشا، جميلك في رقبتي. سلام. زكريا. كلم الشيخ العطيفي وقول له زين العطار حكم في موضوع سيد حماد والحكم نافذ. هو حضرتك عايزني اشتغل في ايه بالظبط؟ زين العطار مين يا ابني اللي بيتاجر في السلاح؟ انت كده بتتهم واحد من اهم رؤوس الاموال في مصر. في ناس كتير عاوزه توقع الراجل ده. انا عارفه كويس، عارف انه راجل محترم وراجل نظيف. طلع الحاجات دي من دماغك، بدل ما تفكر فيها خليك في شغلنا، عندنا بلاوي متلتله. انا مش فاهم، هو الراجل ده عامل غسيل مخ البلد كلها ولا ايه؟ يا باشا انت عايز تفهمني الفلوس دي كلها جايه من اسرار التصدير؟ اه طبعا. هات لي حاجه في مصر كده ما عليهاش اسم زين العطار. يا ابني ده بيشتغل في كل حاجه من الابره للصاروخ، يعني ايده طايله في كل حاجه. وبعد كده الكلام اللي انت قلته ده دلوقتي ده يعتبر اتهام صريح من غير دليل، يعني قال ممكن اتجازيك عليه. انا اسف يا محسن باشا، بس مفيش حد فوق القانون، وانت لو اديتني فرصه اثبت لك ده بنفسي. انا جاي لي معلومه مؤكده بتقول ان في عربيات محمله سلاح وداخله عن طريق الصعيد وهتنزل في مخزن زي العطار. كله عايزه من حضرتك تصريح عشان اروح اكبس عليهم. تصريح ايه يا ابني وكلام فاضي ايه؟ قلت لك مليون مره يا يوسف ما تعتمدش على اسم والدك سياده اللواء. سياده اللواء لو عرف اللي انت بتعمله ده اكيد هيزعل منك وهيتضايق. عشان كده ما تتهمش الناس المحترمه اتهام جزافي من غير دليل. ها عملت ايه يا ضبع؟ واضح كده ان زين العطار وصل لمحسن بيه قبلينا. انا هروح المخزن وهقفش العيال دي وهعمل قضيه ولو فيها موتي. هتيجي؟ يا ابني انت كده كده ابوك لواء هيسندك، يعني لو حصل اي حاجه انا اللي هروح في الرجلين. ما انت عارف. ما تقلقش. وبعدين انا مش هزعل لو ما جيتش. مش الفكره يا يوسف، انا بحسب حسابات لحاجات كتيره. بس بقول لك ايه؟ هي موته ولا اكتر؟ يلا بينا. يلا. يعني هو بجد ما قالكش عايز ايه من اياده؟ ما هو لو قال لي يعني هخبي عليك ليه؟ ما دام ابوكي قال عايزه لوحده يبقى عمل مصيبه. امال مراتك هايدي فين؟ هقوم اشوفها بس اامن على الرجاله الاول. عن اسمكم. عبد الله ابن عمك ده مش مريحني خالص. بقول لك ايه يا عيشه؟ مرات عمي بتبص للليت ده مش عاجبها ولا ايه؟ أنا ما أعرفش إحنا ضيوف ولا أصحاب بيت. أصحاب بيت يا عبد الله، أصحاب بيت. استهدى بالله كده. يا رب، عدي اليوم ده على خير يا رب. طول ما إحنا ساكتين مش هيحصل خير. وكانت بنت البشوات ما تعرفش الأصول نعرفها لها. هي عمتي فين؟ أمي جوه قاعدة مع أبويا. بت، أنت يا بت. مالك يا أختي قاصحة كده؟ في إيه؟ مش شايفاني؟ ولا سامعاني؟ روحي امشي يا بت جيبي لي حاجة أشربها. وجيبي له حاجه يدفعها. هم يا اختي. ايه يا زينب؟ ايه مش عاجبك يدفعها؟ لا بتعامليها وحش يا اخوي. عاجبك الشوكولاته قوي يا حنين انت؟ ليه من بقيت عيلتك ولا ايه حكايتك بالظبط؟ اسمع اما اقول لك، انا ما ابتديتش معاها، هي اللي ماشيه كده ولا كانها شايفاني ولا سامعاني. بيعاملونا زي الاغراب. افهم بالراحه. حد يسمعنا؟ ما يسمعوا في ايه؟ اسمع اما اقول لك، انا ساكته غلب ومخنوقه كده كفاية. انت علي خانقني خنق السنين كلها. اسمع ما اقول لك، انا ليا في البيت ده زي ما هو ليه. واذا كان هو زين اني زينين. زينب زي ده به. فاهم؟ نقعد بره. لا ما نقعدش. لو زين خرج يعني يلقانا. خايف منه ولا ايه؟ لا مش خارج. بقول لك ايه، ما توجعيش دماغي. مش معنى انه كلمك يبقى بيحن او ندمان. ممكن يكون بيقلب في الموبايل شاف اسمك، فتح الواتساب شاف صورتك، افتكر حاجه لطيفه. افتكر حاجة لطيفة؟ بقول لك يا علي، الكلمتين دول مش لاقيين على الحتة الشياكة دي. فعلا؟ ما اقولكش. بقول لك ايه؟ ايه؟ الواد سمير الرايق. ماله؟ من ساعة ما قعدنا وعينيه ما نزلتش من عليكي. ما تيجي نشجر عليه في الفريند زون بتاعك ده.
يلا بينا. يلا بس عجبتك الحتة القطيفة دي؟ بس حبيبي بس. مالك يا حبيبتي؟ ولا حاجة يا حبيبي، وحشتني بس. وحشتك. ما أنا على طول قدامك، يعني ما بتختاريش غير الوقت اللي فيه ناس. أنت على طول وحشتني. طيب ما تيجي نسيب الحفلة ونطلع نشوف الموضوع ده. إيه؟ كسفي. طيب وخليني أشوف حل بقى أمشي الناس دي بسرعة كده وأجيلك. أظن كده أنت عرفت كل حاجة. بس هو ليه حضرتك سبتني قاعد في القعدة دي؟ أنت من أول ما دخلت بيتي وأنا خلاص بقيت أبوك وبعتبرك واحد من ولادي. وبعدين أنت هتشتغل معانا، لازم تبقى عارف أنت داخل على إيه بالظبط. إحنا ما عندناش أسرار بنخبيها، وأنا عيالي لازم يكونوا ماسكين إيدين بعض وظهرهم في ظهر بعض. لا يا سلمى، شانت كمان. يا زكريا، صالح جه. ياسمين، حاجة. صالح وصل. هو أنا ممكن أسأل حضرتك على حاجة؟ ليه صالح دايما بعيد عن العيلة؟ وحشني يا صالح كل ده. وأنت أكتر. آية. هاي، إزيك؟ عارف حاج صبري؟ كل المطربين اللي كلمتك عنهم دول عادوا عليا في الهوا. ولو طلعت الصور هيستخبى الالبوم. يعني اللي كان يجيك تصوره؟ لا، مش صور، يعني كان بعمل لهم سيديهات. بس انا بقى انت عارف الرايق، ما احبش الاذيه. الله، كلامك زين. اخوك زين. والله يا حاج صبري، بفكر اشتغل مذيع. اقول الخلاصه. هي بقى الخلاصه تقنين الحشيش. بقولك يا بابي، انا في سؤال هيجنني طول عمري، نفسي اعرف ازاي حضرتك وانكل فتحي صحاب. لو كنت شفت يا ابوه الله يرحمه واللي عمله معايا كنت عرفت ليه انا مصاحبه. بس بجد يا زين، سليم هو الوحيد اللي بيعرف يتعامل معايا. سليم فين؟ اتأخر ليه؟ على وصول. الحمد لله على السلامة يا عمي. توحشتك قوي. وأنت كمان والله يا فارس. لا أنا إيه؟ خلاص، اللي بيهج ويسافر بينسى العطارين، وأنت بصراحة طولت قوي المرة دي. طولت إيه يا عاد؟ الحكاية كلها أسبوع. ثلاث أيام خلصت فيهم الشغل، وأربع أيام قعدت أشوف نفسي. وجيت السبوع عملت ايه؟ نمت. لا، عايزك تفهم يا فارس ان الحياه مش كلها شغل وبس. ساعة الحظ ما تتعوضش. خليك زي كده، الانسان لازم يراعي نفسه. طب وانت يا عمي راعيت الانسانيه؟ الا راعيت الانسانيه يا فارس، ده انا سايب هناك حاله انسانيه، انما ايه؟ تصعب على الكافر. ما تاخدني معاه، سافرني معاك. اخدك معايا فين يا ارض؟ اذا كان ابوك اللي هو ابوك هج طفش منك وهاجر، هاخدك انا معايا؟ لبسنا الوش الجبسي بقى. يا ده انا بهزر معاك، ده انت الوحيد اللي انا بهزر معاه. لو سمحت يا عمي ما تهزرش معايا في الموضوع ده. بعدين خلاص، ابوي بعد ما هج وسابني ما بقاش ابوي. لا،
تبقاش عبيط امك، ابوك هيفضل ابوك لغايه ما تموت. بعدين خلاص يا عم مش ههزر معاك تاني يا عم فارس، بس شهل بقى شويه خلينا نلحق الاكل. انا مش ناقص اسمع لي كلمتين بسبب واحد زيك. ماشي. تفتكر طبخيني يا عمي؟ زفر. اه بمناسبه رجوعك من الزفر. شاهر شاهر. يا سلام اتفرجي على البلد دي لو ترخص فيها الحشيش. يا هنبقى من الدول المتقدمة. ابويا هيحرقني بعينيه. ربنا يخلولك. ربنا يخليك. وشفت انت بقى بقيت اخواتي زكريا سلمى ياسمين حازم، وفي حد كده في النوبه اسمه حسن، وفي اخويا الكبير يحيى، ولسه معرفش الايام ممكن تحدف علينا مين تاني. واللي هناك بقى في الشمال دول بقيه العيله. عبد الله ابن عمي صبري ده بقى من العيله بس بيكرهنا كلنا. ده مش بيكرهنا وبس، ده بيكره نفسه. اللي على يمينه بقى عبد الله وشماله دول رؤية وعيشة. عيشة. خلاص بقى قلت لك خلصنا من الموضوع ده، ما تقفشيش. امال فين بقى الشبح اللي حكيت لي عليه؟ عمك سليم. شاهر امال خلينا نلحق الاكل. ما انا بسوق اهو، تجي تسوق انت. ايه الحيوان ده؟ ما بيعرفش يسوق ده ولا ايه؟ بقال الله يا ريس. تمام يا حبيبي، تسلم ايدك. انا عاوزك بس تتاكد ان هم ماتوا كلهم. أحسن الجماعة دول عاملين زي القطط بسبع أرواح. فارس يا ابني يا ابني معلش يا ابني يا ابني يا عمي يا ابني. قلتوا ايه؟ قلت افتح الله يا متولي. بتستنى استنى هاشم لما نسمعه. بعد اذنك يا هاشم بيه، خليه يكمل النهايه، نسمع هيقولوا ايه. قول يا متولي قول. بس انت عارف بتقول ايه؟ انا مش فاهم انتوا مكبرين الموضوع كده ليه؟ زين مش ربنا يعني لا مؤاخذه عاجبكم اللي هو عامله فينا؟ ده انا مش عارف ابيع حته سلاح محترمه وبعد كل ده بيعاملنا وبيتحكم فينا زي ما نكون صبيانه. وانت عايز تبيع سلاح تقول لي مين يا متولي؟ للي يدفع. أنا مستعد أتعامل مع الشيطان ذات نفسه. بس إحنا كنا متفقين في الأول والعقد شريعة المتعاقدين. حرام، ده كده حتى ربنا يحاسبنا على النعمة اللي إحنا بنرفضها برجلينا. الناس كلها عمالة تشتغل وتشتري وتبيع، تهريب وأنفاق. وعشان إيه ده كله؟ عشان إحنا بينا اتفاق وإحنا مش عيال، أو على الأقل أنا مش عيل. يلا فارس مش قادر بسرعه. معلش معلش خليك معايا شويه. استحمل استحمل يا فارس استحمل. اطلع هو
وانت فاكر ان انا لو كنت عايز اموت زين ما كنتش موتته من 20 سنة؟ انا مش مبسوط ان هو متحكم في السوق، لا انا مش مبسوط، بس وجود زين عامل توازن. زين شايل عننا بلاوي، زين لو مات هتتفتح نار ما حدش هيعرف يقف قصادها. اتفرجوا على السوق، لو زين مات الناس اللي بره عاوزينه والناس اللي جوه راضيين عنه. انا من راي سيادتك يا هشام بيه، انا حاسس ان الخلاف بينك وبين زينه متولي بصراحه ربنا كده، حاسس ان ملوش علاقه بالشغل. ما تجيب من الاخر، انا ما فيش اي حاجه ما بيني وما بينه غير الشغل. وبعدين عيب الكلام اللي انت بتقوله ده، ولا انت ايه رايك يا جلال بيه؟ انا قلت اللي عندي، واللي حضر العفريت يستحمل اذاه. جاي معايا يا سيف؟ جاي معاك طبعا يا هاشم باشا، ده شيطان ودخل ما بيننا، استغفر الله العظيم، بس بعون الله هنخلص على الشيطان. انت مش بدأت؟ خلاص ما فيهاش تراجع، خلصت. ياسمين اختي ايه، الطعامه بتاعت العيله كلها. صالح حكى لي عنك كتير على فكره. والله اه هتعمل بقى فيها وكيل نيابه وتقول لك قال لك ايه وامتى وفين وازاي وكان لابس ايه. لا 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 على فكره خالص، مش فارق معايا اصلا قال لك ايه عني. المهم بقى انت هتقول لنا ايه عنها؟ طبعا هيجي يقول لنا حب عمري واجمل بنت شفتها في حياتي، اللي بتقوله يعني العادي على اي واحده بتجيبها لنا. ايه يا ياسمين اللي انت بتقوليه ده؟ على فكره بتكذب عليكي والله. ايه اللي انت بتقوليه ده يا ياسمين؟ في ايه؟ على فكره ايه ياسمين بتكذب عليكي. صالح عمره ما جاب بنت البيت. العقله بتاعت العيله، هو على طول كان بيخلينا نقابلهم بره. صح الهبله بتاعت العيله، اقسم بالله انت شكلك عايزين علقه من بتوع زمان. شكلك انت اللي عايز علقه من بتوع زمان. صح، فكروا يا زكريا ده نسي نفسه مش كده؟ طبعا. طب بقول لكم ايه بقى، تيجوا نخش جوه نشوف مين اللي هيضرب مين. صح والله انت بتقول كلام شديد. صح صح نخش جوه. صح يلا يا حبيبي يلا. وحياتك حلفك بالغالي. اه ايوه ايوه عندي غاليين كتير يا زكريا. ده العاشر. وحشتني لمتهم. ضاعت في خلال 10 دقايق متخزنه في المخزن، مش عايز اي ملاحظ على اي حاجه. يلا اتفضلوا. واضح انهم كتير قوي يا يوسف، احنا مش هينفع نعمل العمليه دي لوحدينا. ما هو ده اللي مأكد لي ان في بلاوي جوه، وبعدين دي فرصه عمرنا يا اكرم. اكيد مش تيجي دلوقتي وتبيعني يعني. طب مش ببيعك، بس احنا بالمنظر ده مش هنعرف نعمل حاجه. دول لو تجار سلاح فعلا مش هيسلموها بالساهل. احنا ديتنا طلقتين ومحدش هيعرف عننا حاجه. اسمع الكلام، بقول لك ايه، البضاعه هتيجي دلوقتي هيتلخموا فيها، هيشوفونا بالمسدسات والقوى اللي معانا هيتهدوا. وافرض ما تهدتوش بقى، سيبها لله، كله على الله. عليك يبوز يا حبيبتي، مش عارف اقول لك. ما ينفعش ما ينفعش انا اهدى حبيبتي تبقى كل الناس بتبارك لي كده وانت الوحيده بتضربها ببوز ده. انا ما قلتش اني مش مبسوطه، انا بقول ان الفتره اللي جايه دي مش هبقى مبسوطه. وانت عارف ليه يا شريف؟ انا ما بشوفكش خالص بنتي. ما انا هاخد اجازه اتفقت عليها، خلاص هنبقى مع بعض. اجازه؟ ما خدتش اجازه وانت شغال مع عمو زين، هتاخدها دلوقتي وانت شايل الشغل كله؟ ايه اللي اتغير؟ الراجل هيفضل زي ما هو. كل حكايه انه قلقان بس لحسن لو لا قدر الله حصل حاجه العيله ما تحصلش بينها اختلافات ومشاكل وكده، بعدين خلاص ما تقلقيش بقى، ما الاجازه قلنا مع بعض فيها. طب بقول لك ايه يا حبيبي؟ ما تيجي نسافر لنا كده يومين قبل ما بطني تبان عليا. يعني سافري فين؟ سافري فين يا حبيبتي؟ انت في اول الحمل، خطر خطر عليك يا حبيبتي. طيب هتجيب لي هديه ايه بقى بالمناسبه دي؟ كله نازل سلاحه. فتش لي قبل الكراتين دي. خير يا بهوت؟ فين؟ خير؟ ما الخير كتير اهو الحمد لله. اتجاره الاوضات المنزليه بقت ممنوعه دلوقتي. انت هتستعبط يروح امك ولا ايه؟ ما تسمع الكلام. معاك اذن نيابه؟ اهو يا حالتها. طب لو مؤاخذه يا باشا هتعبك معايا وتقراه لي. نسيت نضاره القرايه. فتش لي قبل الكراتين دي. مع اني مش داخل عليا الحوار اللي بيحصل ده، بس على دماغي يا باشا. اخلص يلا. مفيش حاجه يا فندم. يعني ايه؟ ايه مفيش سلاح؟ فين السلاح؟ فين السلاح يا ولاد الكلب؟ يلا يوسف يلا رجاله. طب ايه يا بهوات؟ ماشيين كده من غير ما تعملوا لكم محضر ولا قضيه؟ طب طقم شاي بقى وانتم منوريني. متشكرين على الواجب ده يا رحمك. ولا بلغ اللي مشغلك ان وحياه امي ما هسيبه. توصل بألف سلامه يا باشا.
كمل يا ابني شغل انت. هو الو كويس ان انت غلط المكان. لا ما تقلقش انا هتصرف. يبقى طمني بس امن عربيتك هم مخازن. سلام. ايه القمر ده؟ اهلا ايه القمر ده؟ يلا بقى ناخد سيلفي. يلا خش يا حبيبتي في السيلفي عشان تاخدي الهديه بتاعتي. سليم قتل الرجاله وهرب. كنت متاكد ان كل ده هيحصل. هاشم وسيف كان عندهم حق. المهم دلوقتي حالا تلغي اي حاجه تانيه. ما ينفعش نلغي. سليم في داهيه. المهم عندي زين. سليم ده هنبقى نفوق له بعدين. المهم انت معايا للاخر ولا لا يا جلال؟ معاك على بركه الله.